السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير يا ربي. مرحبا بكم على قناتي مع فيديو جديد. صراحة طولت عليكم شوية وغبرت عليكم، ولكن انا رجعت لكم من جديد ورجعت لكم بروتيني العناية بالبشرة تحت طلب بعض الاخوات. صراحة ما قديتش نخسر لهم الخاطر، وفي نفس الوقت ما قديتش نعطيهم شي حاجة اللي انا ما مجربهاش. القماش يلاه صراحة استعملته ويلاه جربته وعجبني عجبني عجبني بزاف. اللي استعملته 3 نوبات في السيمانة وعطاني نتائج رائعة، نقل البشرة يعني نقلي البشرة بزاف وعجبني بزاف، وقلت ما غاداش نبخل عليكم به وغدا نشاركه معكم ان شاء الله. المهم انا هنا احتاجيت القماش ديالي 2 معالق كبار ديال الحليب المجفف مع معلقة صغيرة ديال القهوة، ماشي قهوة سريعة الذوبان، قهوة عادية هي اللي درت. ودرت معاهم البنات معلقة ديال الحليب دافي هي اللي درت، مهم معلقة معلقة وشي حاجة بحال هكا، مهم الكمية اللي غادا تكفيكم خلاص على وديت البشرة ديالكم. وإلا بغيتو ديرو حتى يديداتكم والعنق ديالكم حتى هو كيف ما شفتوا، انا دفيت الحليب درته في كاسرونه حتى دفى وخديت منه معلقه ودرت فيه معلقه ديال القهوه اللي سبق وقلت لكم ماشي قهوه سريعه الذوبان، قهوه عاديه. راكم تتعرفوا المنافع ديال القهوه بالنسبه للبشره، الا لاحظتوا كنتو تستعملوا غير داك التخت ديال القهوه اللي يديكم تعطي واحد النتيجه مبهره. وهنا ضفت نيدو خلاص وخلطت المكونات بجوجهم في مره واحده. انا هنا الخليط جاني شويه متكاتف، داكشي علاش زدت واحد شويه كيكه ديال الحليب باش يعطيني باش يكون الخليط عندي سائل شويه باش نقدر نتحكم فيه ونقدر نطبقه على البشره ديالي بكل سهوله. المهم هنا الخليط ديالي ولا القماش ديالي راه واجد معايا. غادي تاخذوا البنات الطريقه هي انكم غادي تاخذوا فوطه تكون نقيقيه مزيان وغادي ديروها في الماء سخون، والبشره ديال وجهكم خاصها تكون نقيه، يعني غادي تغسلوها مزيان وغادي تاخذوا القماش وغادي تاخذوا الفوطه وغادي تحطوها تطبقوها على الوجه ديالكم كامل. من بعد غادي تاخذوا القماش وغادي تطبقوه على الوجه ديالكم باش المسام تتكون مفتوحه والبشره تستافد من القماش. انا هنا درتو على يدي كيف ما شفتوا، خليته حتى نشوف مزيان كيف ما تتلاحظوا، ودست باش نوريكم طريقه باش تقوميو بها وجهكم. كيف ما شفتوا انا هنا تنقومي بطريقه دائريه، زعما حاولت نشكل لكم واحد الوجه على يديا. بالنسبه لتحت من الفم البنات تديروا العلامه على شكل في يديكم بجوج تيكونوا تيتحركوا، واحد تيمشي واحد تيجي. وبالنسبه للوجه والجبهه ديال الوجه تتكون خلاص طريقه يعني دائريه من الاسفل للاعلى من الاسفل للاعلى باش البشره ديالنا ولا دوك الخلايا اللي تتكون ميته وداك البشره اللي تتكون ميته يعني تيتحيدوا تيطلعوا بسهوله. صراحه فاش تستعملوه وتتحيدوه تتحسوا بالبشره ديالكم رطيبه. تنتمنى الا جربتوه ما تبخلوش عليا باللي كومونتير باش تقولوا لي النتيجه اللي حصلتوا عليها من بعد هذا القماش. بالنسبه للبنات انا شنو درت، انا حيدت القماش يعني درته على وجهي طبقته على وجهي. من بعد غادي نستعمل واحد لاكريم اللي غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف، ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو بزاف داكشي علاش قطعته. بغيتو ديروا داك لاكريم لوجهكم من بعد القماش غادي ديروه، ما بغيتوش صراحه غادي ديروا يعني غير ما ورد، الا كان عندكم الماء ورد الزوين اللي تيكون مقطر غادي تستعملوه غير هو، غادي ترشوه على وجهكم كامل وعلى العنق ديالكم وتخليوه بوحديتو ينشف، يعني البشره ديالكم تشرب داك الماء ورد. طريقه اخرى يعني حاولوا البنات كل ما ديروا قماج وجهكم ديروا من وراه شي حاجه باش البشره ديالكم تستنفع من داك الشيء اللي درتو،
يعني تتكون المسا مفتوحه، كل شيء مفتوح. حاولوا ديروا شي حاجه، اي ماسك عندكم، كل ما تبغيو ديروه ديروا قبل منه غوماج. ولا بغيتوا تشدوا الى يعني في حاله ما الا ما كانش عندكم الوقت نهائيا، غادي تاخذوا غير خيار وغادي تقطعوه وغادي ديروا لوجهكم مزيان. وطريقه اخرى صراحه اللي رائعه 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 بزاف 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 عند تجربتي انا شخصيا، كنت نديرها واحد البيريود تترد البو بحال ديال البيبي، تترد الوجه نقي 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 بزاف، الا وهي المعدنوس. المعدنوس البنات عنده منافع كثيره 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 بزاف اللي ما تنعرفوهاش، ولكن الطريقه اللي كنت نستعمل انا شخصيا وهي زوينه بزاف بزاف بزاف، كنت ناخذ واحد الكميه يعني لا باس بها ديال المعدنوس، وإلا كان المعدنوس يكون بلدي يكون احسن. مهم انا كنت ناخذ غير اللي واجد عندي، وتنسخن الماء في المقرج مزيان حتى يطلق داك الخيوط، مهم يكون الماء طايب. وتناخذ واحد الكاسرونه يعني اللي غادي تقدر تشد ليا السخونيه، وغادي وتندير فيها داك المعدنوس، تيكون خلاص عندي منقي ديجا وغاسله مزيان. وتناخذو تنديرو في داك الكاسرونه وتنخوي عليه الماء طايب، وتنغطيه بواحد الطبصيل ولا شي حاجه يعني بشي اناء، وتنخليه يبات الليله كامله. والصباح البنات راه ما كنتش تنغسل وجهي بالماء ديال الروبيني نهائيا، كنت تنغسل وجهي غير بالماء ديال المعدنوس، وتنضل النهار كامل تندير داك الماء ديال المعدنوس، تنديرو فواحد البخاخ وتنحطو في الثلاجة، ومع تتكون الحرارة تنضل النهار كامل فين ما تيجيني الصهد وداك الشيء، تنمشي تناخد داك البخاخ وتنبقى نرش على وجهي. هذه الطريقه اللي كنت نستعمل. الا ما بغيتوش ديروا لا كريم من وراء اي غوماج، ديروا غير هذا الماء ديال المعدنوس، الصراحه رائع. تنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون يعني فتكم، والنصائح ديالي يكونوا فادوكم. ويلا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ودعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم اللي ديما تيشجعوني وتيخليوني نزيد القدام. وشكرا لكم كاملين ان شاء الله.